كلها تطلبون مني أرسم روحي، ما أعرف ليش. المشكلة يا جماعة أني ما أحب أرسم وجوه أو ملامح، بس لأنكم واجد تعطوني هالطلب جت في بالي فكرة، ما برسم روحي رسم بس بحط روحي في لوحة بالفن طبعا. هني آدم ومالود يساعدوني أدش في اللوحة. تلا فهمتون إيش بيصير الحين؟ ركبت على الدرج حق أرسم الغيوم، ملكة الغيوم طريقة جديدة. أنا ما أحب حركة تعالوا هني وهني عشان تشوفون النتيجة، خل بحط لكم الصور الحين. هذه الصورة الأولى هي الفكرة الرئيسية، تخيلوا إن المنظرة كانفاس وهذه مثل الصورة زوم إن. يا جماعة تشوفوا الديتيلز والسما تجنن، ولأن الأجواء خيال وتعبنا على الستاب مالو تصورنا هالصورة زيادة. وهذه بعد، أي أكثر صورة عجبتكم؟ وبس يعني قولوا لي إيش رأيكم وإذا عجبكم الفوتو سيشن. إي صح، شوفوا حتى تركيتي غيمة.